رجعنا لكم من جديد على راديو كاب اف ام. هذه اولاد الكاب متواصله معاكم حتى للسبعة متاع العشيه، معكم اشرف كردوري كوتي ميكرو واحلام زميطه في الاخراج الرقمي. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 91.5 95.8 و 105.6. تسمعونا زاد على السيت ويب نتاعنا www.capradio.tn والا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك راديو كاب اف ام. اولاد الكاب في ساعتها الثالثه تحديدا الستة و 11 دقيقه موعدنا توا مع كابتي الفيلم. كابتي الفيلم في فقرة كابتي الفيلم كما عودناكم نقترح عليكم فيلم إن شاء الله يعجبكم. فيلم اليوم اسمه تيك اوفر، هو فيلم أكسيون وإثارة يدور حول سام لورد، قناص محترف اللي يتعرض لمطاردة خطيرة في بنت هاوس زجاجي وين يلقى روحه مكشوف تماما قدام قناص آخر. الفيلم يتمحور حول صراع البقاء وين البطل لازم يستعمل مهاراته القتالية والبقاء في محاولات للهروب من الموقف القاتل. الفيلم يبدأ وقت سام يقرر يعتزل من الخدمة مع العصابة اللي يخدم معها، لكن الشخصية الثانية اللي هي تمارا اللي كانت زعيمته ترفض الفكرة وتقرر تصفيته في بلاصة ما تسمح له بالانسحاب. تمارا ترسل مجموعة من القتلة باش يخلصوا منه وهو لازم يواجههم في ظروف صعيبة وين ما فماش برشا مخابئ. مع التصاعد في الأحداث سام يكتشف انه الخطر الأكبر ما يجيش فقط من القناص اللي طارده بل من الأشخاص اللي كانوا الأقرب ليه. الفيلم يتميز بالتركيز على المواجهة النفسية والجسدية بين الشخصيات مع مشاهد أكسيون حماسية وحوار مشدود. الأحداث كلها تصير تقريبا في فضاء واحد مغلق وهو اللي يخلق جو متوتر ومستمر طوال الفيلم. التصوير السينمائي اللي قام به المصور يلعب دور كبير في تعزيز الأجواء كما يقولوا المكهربة هذه، خصوصا مع استخدام الزوايا اللي تركز على البلار والحركة داخل البنت هاوس. بالنسبة للتصوير يعتمد الفيلم زاد على كثير من مشاهد الحركة داخل الفضاء المغلق هذايا اللي يعطي إحساس من التوتر للمشاهد. الفيلم المنتظر يكون حاضر بقوة في صالات السينما في أكتوبر 2024. كان هذا اختيارنا لليوم في كابتن الفيلم تايك أوفر. نسمع البوند أنونس نتاعو توت سويت.